إلى إيران معكم مع الأستاذ صلاح بطبع. لأنه هناك تطورات وحتى بالنسبة للقصف الإيراني على إقليم شمال العراق، لكن أريد أن أخذ وجهة نظرك، أستمع إلى وجهة نظرك أستاذ صلاح، كيف تنظر إلى ما وصلت إليه التظاهرات في إيران اليوم؟ أعتقد للأسف الشديد أن إيران ضارعة بمواجهة بنيها وقتلهم تحت أي عنوان وتحت أي سبب، ولم يحدث أن استطاع المتظاهرون أن يؤثروا على ريح الملالي التي تبعث رائحة التاريخ العفن. هذه قضية منتهية، إيران تعاملت ولا تزال بالقوة، أضف لذلك أنها تورطت عندما قصفت الأراضي العراقية تحت عنوان كردستان العراق، وبذا هي تؤشر أن الصراع بات عرقيا ولم تبقى مشكلة داخلية نتيجة قتل فتاة ارتدت أو لم ترتدي الحجاب. إيران سيدي الكريم، وسجلوه على اسمي على هذه القناة في مشاركة رقم واحد لي وأتمناها أن تكون مستمرة، سيدي إيران والكيان صنوان في كفتي ميزان، وربما طبشت إلى حد ما إيران معنويا إذا استطاعت أن تحول الصراع من عربي صهيوني أو عربي فلسطيني أو فلسطيني إسرائيلي، عفوا عربي إسرائيلي أو فلسطينيين إسرائيل، إلى أنه إيراني عربي كيافطة لكن المضمون شيعي سني، وحملت عن إسرائيل كاهل مواجهة العرب والإسلام. إيران دولة وظيفية بامتياز، هي ذاتها في عهد الشاه، هي ذاتها في عهد الملالي. طيب عم تحاول توازن الأمور اليوم أستاذ صلاح من خلال أطروحاتك، يعني زيلنسكي عميل لكنه صامد، النظام الإيراني سيقضي على التظاهرات لكنه يشبه الكيان الإسرائيلي، يعني وجهات نظر استمعنا إليها أستاذ أحمد وانتهى الوقت تقريبا. اختم إذا حبيت أن تعقب على كلام الأستاذ صلاح، هل النظام بالفعل سينجح باحتواء هذا الغضب الداخلي؟ في 10 سنوات الماضية حصلت 5 ثورات في إيران، تخيل ثورة كل سنة أو سنتين، بعض اجتماعي بعض سياسي. الآن نحن أمام موجة جديدة ذات أهداف ودوافع اجتماعية، والدوافع الاجتماعية هي الأقوى وهي الأعمق وهي الأوسع، وبالتالي هذه الموجة تتوج كل الموجات السابقة وتصهر، وصارت المشاكل اللي ما بين الشعب الإيراني وما بين النظام الإيراني صارت من كل شكل ونوع، وصارت عميقة وصارت واسعة، وتضم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والسبب الاجتماعي للثورة هو أقوى الأسباب وأعمقها ويستمر ويضم الجميع. خرجت عن السيطرة هذه المرة أو لا؟ لا أعرف، ولكنها موجات متتالية، يوما ما سوف تقتلع هذا النظام الإيراني، وكل مرة تكبر هذه الموجات، وهذه المرة تتعمق، وهذه من أهم الميزات وهذه أهم الموجات. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ أحمد كامل، شكرا أيضا للأستاذ صلاح قيراطة من مدريد. كانت هذه جولة، هذه الحلقة حقيقة المشاهدين، بدأنا بفلسطين وانتهينا بإيران، شكرا لحسن متابعتكم، دمتم في أمان الله.